والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا ملايين قرابين للحسين مثل عابس مجانين خدم تتمنى تخدمنا السلاطين يعاتب خلي عاتب تحملنا المتاعب قبل جانوا على أعداد الأصابع لياديهم يقطعون عددهم زاد والعالم يطالع أمس 20 مليون. أعظم علامة لقوة أي دولة هي أن تستطيع أن تعبئ الملايين بدون مؤونة. وأي دولة تستطيع هذا؟ لو استطاعت أن تعبئ الملايين ولو بمؤونة يقال إنها دولة قوية، فكيف وأنها تعبئ الملايين بلا مؤونة بين ليلة وضحاها؟ من الذي ندبهم؟ من الذي نفخ النفير فيهم غير الحسين صلى الله عليه وسلم؟ كربلاء وهدية تعبير عن حالة الحزن فيه ولو تعبت بدرب المشي رجلي لحسين أوصل أزحف علي بعد سقوط الطاغية في سنة 2003 كل الدوائر العالمية تقول هذا شعب منكوب مبتلى أصيب بحروب من طاغية بلاده صدام وكذا وكذا، كيف ناله بالملايين تخرج وتدير شؤونها المدنية بنفسها بلا نظام أسس؟ سنة السقوط وشهر السقوط سقوط الطاغية فوجئوا ولم يعلموا بأن دولة الحسين ونظام الحسين قائم. الذي أبيد وأزيل هي الأنظمة الوضعية، تأتي وتروح. نظام الحسين، دولة الحسين بما للدولة من معنى ونظام ومؤسسات ومرافق وكل الأمور للحسين دولة حقيقية.